برافو. قمر عالباب با با منور انا ديلو يما ارد الباب ولا انا ديلو انا ديلو يما. الله ماما مسافره عامل حفله بس يا ريت ما تجيش على غفله. تحياتنا لسامي بن نور كانوا يسمع فينا في الطياره ولا في الصاروخ ولا في ولا في اي بلاصه في اي بلاصه. كنا نصوروا توا هكا فاليز وبيسين هكا على فاليز وشادت كوكتيل في يده أم على الملوكي فلا تسأل وهكا وبقعة تروبيكال على على إنوتيك وفما أماك معناتها اساسما هي الشبكه ما بين زوز دخل اماك هو يتدرجح مالا صابولو شو صابولو سنه ويمرحوا عليه يمرحوا عليه زوز هكا لابسينك نتاع انا سمعت ثلاثه مش نتاع هواي هذوك عرفتها لبسه نتاع هواي اللي يلبسوا البنان ونواره نواره حاسيلو صح ياسر تخيلت ياسر نقص شويه من التخيلات انا نتخيل فيه قاعد رايد عرفت روب دي شامبر فريد شوقي بوردو بوردو هذاك واحد وقعد وشادت سيجار كبيره ما يتكيفش سامي لا لا شادتها مش مشعلو سيجار كبيره ويعطي في شويه تعليمات زاد في البلاصه هذيك لا يخلو الامر لازم تعليمات ويعمل يده هكا ساعات يحبهم يسكتوا الكل وعجبته ليميسيون يضحك وكي يضحك سامي مو يعمل ها 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 كي عبد الوهاب عنده ضحك عبد الوهاب عنده ضحك عبد الوهاب ومثل المصري القديم اللي ضحكته تقعد درجين اسمه هو جميل اسمه قديم برشا يوسف وهبي يوسف وهبي يوسف وهبي بيك يوسف بيك ابسط طار قلت يوسف وهبي بلاش بيك صدقني انا ما عنديش بروجرام بيك وشي لا انت كل واحد البارح كنت نحكي على تربيتك واخلاقك العاليه غازي نحكي في دارنا والناس اللي قلت لهم غازي سي لا ديكوفيرت نتاعي في راسين كاري على خاطر نعرفك من قبل بالعاني راك اما اكتشفتك عن كثب عن قرب يا غازي يا غازي عن كثب وحبيبات وخيان وتقابلنا حتى في بيروت وكل شيء انا كنا نفس عايش اما ليه والله نحن رد بالك ما دخلناش حتى على الشتيره يا بنتي اجي اقول لك يا سي غازي راني ريتها مره الاخرى متطرفه بسي عبد الستار وتحكي له في نفس الكلام قالت له انت ديكوفيرت وانت محلاه يا سي انا علاش قلت لك ما احنا ما دخلناش حتى على شتي يا جميل انت حكيت عليك انت سيدي خلي خاطر غازي قابل السيد الرئيس هذا زاد فخر والبياض الناس عند عصوريتو يعني والله ما احنا كل مغازي ما كنتش نعرفه جميله بنعرفه عادي توا حتى يا سيدي ما قلت شيء اليوم واللي تعرفوا بعد المقابله خاطر البارح حكيت عليه عام تخدم معاه لا معناها شو المانع انه هي معناها جميله لا جميله فسر لنا علاش اعطينا فسر لنا هي توا قالت لي غازي انا اكتشفت علاش اليوم هي قالت لك انا في اطار اليوم هي لماذا اليوم هي اليوم قاعده في الكرسي هذاك ليه قعدت فيه قبل قداش من مره حاضر. انا مانيش حاضر اش فيك ما قلتلوش مانيش حاضر والله مش حاضر حاضر بتدخ مربوثة كنت وتوا خاطر البارح جات الفرصه حكيت لدارنا عليه دونك اليوم قلت شو صحيح حكيت لدارك الحمد لله يا ربي سلمني على ماما وسلمني على بابا وفما حاجة أخرى أنا البارحة عندك فيها عيد ميلاد بابا أنا هديك معاك بابا على الأخر أي نخرجوا